فهل هناك أعمال أيها الأحباب تورث الجنان؟ هل هناك أعمال توصل إلى جنات النعيم؟ العجيب أحبابي أن أعمالا في الدنيا والله إن بعضها لا يتجاوز دقيقة واحدة، ويوجب الله لك بعد هذا العمل إن كنت قد فعلته مخلصا محتسبا يوجب الجنة. خذ عملا، من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. الله أكبر، نقولها أحيانا لكن من أطراف اللسان، يهلل الواحد منا 1000 تهليلة لكن ما واحدة من 1000 خرجت من قلبه، وما استعظم العظيم جل وعلا الكبير المتعال في قلبه. لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، أي أنه ينطقها والقلب كله توحيد، قد صف القلب من الشرك، لا يخاف إلا من الله، ولا يرجو إلا من الله، ولا يرجو إلا الله، ولا يستعين إلا بالله، ولا يحب إلا الله. والذين آمنوا أشد حبا لله، إذا خلصت لا إله إلا الله من قلبك وجبت لك الجنة. الله أكبر، لأن لا إله إلا الله جنة، هي مفتاح باب الجنة. ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. هل تستطيع أن تضمن في آخر مفصل من فصول حياتك ستعيش إن شاء الله عمر طويل؟ الله يمد في أعماركم على الطاعة، وأن لا يقبض أرواحكم إلا وقد رضي عنكم، وأسأله أن يريكم منازلكم في عليين قبل قبضكم، وأن يجعل آخر نطق لكم لا إله إلا الله. لا إله إلا الله اللي يعيش حياته كلها لها، يقول في الطوارئ، إذا انقضون الطوارئ أو قبل الحادث بقليل أو نفسه تقعقع، يقول أشهد أن لا إله إلا الله، بس بشرط أن يكون مع لا إله إلا الله العمر كله، لا أن يسمع أغاني مرة، يأكل حرام مرة، يلعن مرة، حياته دنيا في دنيا، فإذا آخر ساعة في الدنيا لا يستطيع أن يذكر لا إله إلا الله. ولذلك هذا أول عمل يوصل للجنة، أن تقول التوحيد لا إله إلا الله دائما، وأن يكون مخلصا من قلبك. العمل الثاني أحبابي مما يوجب الجنة، المؤذن أذن من قليل. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر فقل الله أكبر إلى أن ينتهي الأذان، وعند الحيعلة لا حول ولا قوة إلا بالله. أتدري جائزتك إذا ختم الأذان وأنت لا تنظر في الجوال أو تلتفت في من حولك، مثل بعضنا يسمع الأذان ومشغول بالحديث مع المخلوق، إذا سكت اقطع الحديث، لا تتكلم مع أحد، تفرغ للمتابعة، ثم تابع بقلب، ثم إذا قال لا إله إلا الله ختمها فاختم، ثم اسأل الله لمحمد الوسيلة صلى الله عليه وسلم والفضيلة، جائزتك وجبت له الجنة. يعني تتابع المؤذن 5 مرات وتسمعه بقلبك وتردد بلسانك، ثم تشهد أن لا إله إلا الله، ثم تختم بالصلاة على رسول الله اللهم رب هذه الدعوة التامة، تختم وجبت لك الجنة. الله أكبر، ما أجملها وما أعظمها. لو في الحديث الذي بعده: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان عليه من عمل. لا إله إلا الله، عندك قصور كثير، كلنا مساكين ومذنبين، لكن تقول هذا الدعاء، هذا دعاء وثناء وتوحيد وتعظيم وإفراد لله بالعبادة. إذا قلت من قلب أدخلك الجنة وذنوبك تبلغ عنان السماء، بس بشرط أن تقولها موقنا من قلب. والله إن أبواب الجنة مفتحة. ومن أسباب دخول الجنة، توضينا جميع، غالبنا متوضين، تغدينا واللي بعضنا حاشي والعلوم، واللي بعضنا نايم قيلولة وجينا متوضئين، وبعضنا نسي مع ختام الوضوء أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله،
وأن محمدا رسول الله أو عبده ورسوله. أتدرون جائزة من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مع آخر الوضوء ما يدخل الجنة فقط؟ لا، فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل مع أيها شاء. رب كريم، عروض رمضانية ولا تسويقية، هذه عروض ربانية، عروض جنات النعيم